مشاهدينا، ولمناقشة ملف حصاد النازحين في العراق خلال عام 2022 بصورة أوسع، معنا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري، وينضم إلينا عبر سكايب من فيينا أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في النمسا ضياء الشمري. نرحب بضيفينا ونبدأ مع دكتور جاسم. بداية، على الرغم من انتهاء المعارك العسكرية منذ أكثر من 5 سنوات، لا يزال هناك مليون نازح عراقي يرفضون العودة إلى مناطقهم. كيف تجمل الصورة المأساوية لهذه السنوات؟ نعم، شكرا لكم جميعا. أنا أعتقد أن المعارك لم تنتهي في العراق. يعني صحيح توقف القصف، توقفت الطائرات، لكن آثار هذه القضية لم تنتهي حتى الآن. نعم. يعني لم تنتهي من الناحية القضائية، لم تنتهي من الناحية النفسية، لم تنتهي من الناحية الاجتماعية. وعليه أنا أظن أنه القضية هذه الحرب مستمرة، وكأن الحكومة تحاول علاج الإرهاب، ما يسمى الإرهاب، بالإرهاب. وهذا لا يمكن أن يكون طريقا سليما لبناء الدولة. من يريد أن يبني الدولة عليه أن يبني الدولة بالعدل والمساواة والنظام العادل ما بين المواطنين، بدولة مواطنة التي لا تميز على أساس الدين والعرق والمذهب. وهذا الأمر مع الأسف غير موجود اليوم. لكن عدد مليون ليس واحد أو اثنين أو مئة، مليون شخص. نعم. يعني واحد على 40 من عدد نسمات العراق اليوم. وغالبية هذا العدد الذي تفضلت به استقروا في أماكن أخرى. ونحن هنا لا نتحدث عن المهجرين في الخارج، وكأن الحكومة كما في الانتخابات الأخيرة غلست حتى عن مشاركة هؤلاء بالانتخابات دون النظر إلى موقفنا من هذه الانتخابات. أنا أتكلم عن الناحية نظرة الحكومة، لم تحسب وجودهم كعراقيين. نعم. أصلا وبالتالي نحن نتحدث عن ربما 4 ملايين عراقي خارج العراق، والحكومة لم تعر أي اهتمام لأصوات هؤلاء. وكما ذكرت بالبداية، أنا أتحدث عن حالة منطقية يفترض بالنظم الديمقراطية كما يقولون أن يتم معرفة رأي 4 مليون مواطن. ربما نصف هؤلاء لهم الحق بالتصويت. وعليه لماذا لم تحاول الحكومة معرفة رأي هؤلاء؟ إذن هنالك تغليس حكومي على المهجرين وعلى يعني النازحين، وهذا الأمر يؤكد أن الحكومة مع الأسف والقوى السياسية الفاعلة يعني مستمرة في الحرب التي بدأت في عام 2014 رغم الادعاءات بانتهاء العمليات العسكرية. وبالتالي أنا أتصور أن الحرب لم تنتهي. نتحول إلى أستاذ جاسم الشمري في النمسا، وسؤال يعني بعد أغلق ضياء عفوا بعد إغلاق السلطات للعديد من مخيمات النازحين بهدف العودة القسرية، ما الهدف من هذه الخطوة برأيك؟ هل يريد المسؤولون اليوم تسجيل النصر ولو بشكل شكلي؟ السلام عليكم، تحياتي للجميع. بالتأكيد هي الحكومة العراقية والمسؤولين على النازحين يريدون يسجلون فد نقطة أمام المجتمع، أمام المجتمع الدولي، أمام العراقيين، أنه يعملوا من أجل اللاجئين، من أجل الساكنين في المخيمات أو اللاجئين المغيبين. حقيقة هذا الأمر لو كان بصيغة صحيحة ولو كان بصيغة سليمة مثل ما متعارف عليه، يعود اللاجئ إلى المكان الذي نزح من هذه المنطقة بالمسائل الطبيعية وتكوين إلى البنية التحتية والمدارس وإلى آخره. لكن هذه الحالة غير موجودة بالعراق. يعني المنظمات الدولية يعني تعترض على ما تقوم به الحكومة العراقية أو المسؤولين، المؤسسات المسؤولة في هذا الموضوع. الموضوع شائك ومعقد من قبل الحكومة العراقية، لأنه الحكومة العراقية هنالك مضاربات سياسية بين هذه الأحزاب السياسية الموجودة في العراق الذين يتحكمون بأمر العراق. هذه المضاربات السياسية بين السياسيين هي التي تمنع من بناء البنية التحتية بالمناطق المنكوبة، إذا كانت في شمال العراق أو في الجنوب أو في وسط العراق. هذه الأماكن يعني ممكن إعادتها كدولة، لكن الدولة يعني واقفة مكتوفة الأيدي أمام الميليشيات. من يحكم العراق هنالك ميليشيات تحكم العراق وتوجه من جهات أجنبية
ليس لها منفعة الاستقرار في العراق. الاستقرار حينما يحدث في العراق تبدأ النمو الاقتصادي، يبدأ النمو الاجتماعي، يبدأ التعليم، ولكن هذه المؤسسات القمعية الموجودة التي تحكم البلد هي لا تريد هذا الشيء بتوجيهات من الجهات أجنبية. طيب هنا السؤال، إذا كان القرار غلق المخيمات مع عدم توفير كما ذكرتم بنية تحتية، ما المراد من هؤلاء النازحين؟ أين يذهبون؟ أين يتوجهون؟ حقيقة نحن نسأل الأخت اللي هي مسؤولة عن هذا الملف. يعني أنا ما أعرف ما يعني من يعني كيف اتخذتي هذا القرار؟ هل عندك لجنة أمنية، لجنة اقتصادية، لجنة اجتماعية بنيتي عليها حتى تهجرين تفرغين؟ أين يذهبون؟ يعني بالوقت الحاضر عندهم خيمة بغض النظر عن ما هو موجود. نعم. يعني خيمة ممكن يسكن فيها. نعم. لكن أنت من تقولي له أخرج من هذه الخيمة، وين يروح؟ يعني في الصحراء، في العراء، وين أين يذهب؟ يعني المنطقة مالته أو السكن مالته مدمر، لا تعوضون بالسكن ولا ساعدتم ماديا أو اقتصاديا في بناء هذا المسكن، ولا عندكم الاستعداد ببناء البنية التحتية في هذه المناطق. نعم. إذا زرنا هذه المناطق حقيقة في الموصل، زرنا هذه المناطق والمناطق منكوبة لحد الآن فيها أنقاض وفيها جثث تحت الأرض بالمناطق التي قصفت في زمن حسب ما يقول الدولة الإسلامية. نعم. هذه المناطق التي قصفت بهذه المكان بهذه الصيغة العشوائية بهذه الصيغة الانتقامية. نعم. حقيقة لا توجد هنالك رعاية أو دراسة كاملة لهذا الموضوع. يعني الموضوع بس يعني قرار سياسي خلاص طلعوهم وهذا هو الموضوع. طيب دكتور جاسم، في ظل تصريحات بعض المسؤولين الداعية لإرجاع النازحين إلى مناطقهم، إلى أي مدى تم استغلال هذه العبارات أو هذه اللافتات كدعاية انتخابية في وقتها؟ يعني هذا الملف ملف معقد، ويعني هو ليس بيد أي قوة عدا القوة المالكة للسلاح غير الرسمي في العراق كما ذكر أستاذ ضياء. نعم. الميليشيات التي تقف. نعم. وبالتالي القرار يعني ليس بيد أي مسؤول، وبالذات من المكون السني. يعني ليكن من الآخر يعني. نعم. وعليه من المخجل، أنا لو كنت مسؤولا في يعني سنيا في العراق لما تطرقت إلى هذه النقطة إلا حينما أحقق هذا الأمر، ليس بوعود وإنما بالعمل. وإذا كان المسؤول يقول لك لا أستطيع الدخول إلى منطقة معينة، وعليه هنالك كلام حتى بعض المسؤولين من كبار الشيعة. نعم. لا يمكنهم الدخول إلى مثلا جرف الصخر على. نعم. على سبيل المثال. وعليه نحن نتحدث عن دولة داخل الدولة العراقية. نعم. إذا أردنا أن نبني دولة، أي دولة، الدولة تبنى بحكومة قوية، وقبل ذلك يوجد قانون عادل وهو الدستور. نعم. الذي يفترض أن لا يستثني أي خط أو أي فئة من الفئات. نعم. نجد حينما نراجع الدستور العراقي اليوم، نجد أن هنالك العديد من المواد في الدستور العراقي. نعم. الموجود حاليا الملغم كما يصفونه. نعم. ضربت من الذين وقعوا عليه. فما هي الغاية؟ نعم. يعني هل الغاية هنالك تغيير ديموغرافي؟ هل الغاية تنفيذ مخططات يعني فكرية، دينية، عقائدية؟ نعم. سياسية، داخلية، خارجية؟ الأمور شائكة وغير واضحة المعالم، والضحية هو المواطن. نعم. خذ على سبيل المثال يعني غالبية هؤلاء المهجرين. نعم. يعني أغلبهم كانوا من الموظفين. نعم. ولا يحق له بموجب القانون طبعا المعمول به أن يعود إلى وظيفته، المقال والمستقيل يحق له العودة إلى وظيفته. نعم. لكن الذي حصل اليوم أنه تم يعني حذف هؤلاء يعني الإيتاء بموظفين جدد، وبالتالي أخذوا مكان هؤلاء، وصرنا أمام جيوش عاطلة من غير المنتجين. نعم. هذا من جانب. من جانب آخر ألقينا عبئا آخر على المهجرين والنازحين على اعتبار أنهم ليس لهم حقوق في العراق اليوم. تخيل دولة
يعني تتجاهل وجود أكثر من 5 مليون مواطن عراقي في الداخل والخارج. اليوم التهمة بالإرهاب صارت مثل السلام عليكم في أي موقف من المواقف، لا يمكنك أن تكتب أي موقف، لا تنقل أي خبر، لا تكتب أي تغريدة، لا تكتب أي رأي إلا وتتهم مباشرة أنك ما يعني متهم بالمادة 4 إرهاب. كيف يمكنكم وأنتم تتحدثون عن دولة ديمقراطية، كيف يمكنكم أن تجعلوا الشعب يؤمن بهذه التجربة وأنتم تكممون أفواه حتى المقربين منكم؟ وعليه القضية قضية عدم وجود سياسة واضحة في الظاهر، لكن هم لديهم مشروع حقيقي ينفذونه، مرة بالتغافل، مرة بتوجيه التهم لإرهاب لمقابل، مرة يعني الدعوة لمكافحة الإرهاب، مرة بالدعوة لبناء دولة ديمقراطية، مرة بالانتخابات. بالتالي هم لديهم أكثر من مشروع، المشروع الظاهري شيء والمشروع الحقيقي المعمول عليه شيء آخر. إذن هو ليس إهمال متعمد بل مشروع حتى يتركوا بهذا الطريق. طيب. والقضية حقيقة يعني إذا أردنا أن نتحدث عن يعني هذا الملف فهو ملف شائك جدا، لكن جزء يعني من ملفات شائكة أخرى. اسمح لنا فقط نعود إلى الأستاذ ضياء الشماري في النمسا ونسأله عن جزئية معينة، وهي الأوراق الثبوتية التي فقدت للكثير ولمئات الآلاف من النازحين اليوم، تتخذ كذريعة بأنهم لا يعودون إلى الوظائف، ولا يتم تخصيص لهم رواتب، ولا يتم حتى قبول أولادهم في المدارس، وبالتالي تبقى هذه مشكلة قائمة. كيف يمكن الحصول على أوراق ثبوتية وهم خرجوا في أثناء العمليات العسكرية من حرب، وربما احترقت المنازل، فقدوا كل ما يمتلكون، كيف يثبت اليوم أن هذا الإنسان عراقي وليس عليه مؤشر؟ إثبات أنه الشخص عراقي هذا بسيط جدا، عندنا الأحوال المدنية، عندنا كثير. نتكلم على الدولة اليوم، دولة العراق الجديدة. الدولة نعم، أتكلم عن الدولة، هي الدولة اليوم. الدولة هي نكرت هؤلاء هم عراقيون لأسباب أخرى تدعيها هي، وهذه العملية يعني مسيسة، يعني هذا الأمر مسيس، هذا الأمر مغيب. أغلب الموجودين في المخيمات، الأخ المتحدث تكلم أنه كان من موظفين الدولة أو من القطاع العام الذين كانوا يعملون في ضمن العراق، في منطقة العراق يعني. هذول الناس من هاجروا بكل واحد طلع في ملابسه مثل ما يقولون، وترك كل ما هو. هذا لا يعني إثباته كعراقي بسيطة جدا، بأي منطقة يمكن يسألون المنطقة، يسألون المختار، ما كل الناس ماتت ولا كل الناس انتهت. يعني ممكن إثباته بصيغة بسيطة جدا من قبل الحكومة العراقية، والتحري على هوية هذا الشخص، هل فعلا هذا الشخص عراقي أو هذا الشخص غير عراقي. الأمر غريب يعني حقيقة، يمنحون الجنسية للإيرانيين، بدون أن يسأل من أين أتى هذا. حقيقة هذه حتى في السفارات الموجودة خارج العراق، ومن ضمن السفارة العراقية في النمسا، أعطوا جوازات كثير من الناس الذين لا يملكون لا هوية ولا أي شيء ولا أي ثبوتية، يملكون وأعطاهم الجنسية العراقية، عددهم بالآلاف، ومن ضمنهم الأكراد الأتراك منح الجنسية، والأكراد السوريين منح الجنسية العراقية. هذا الأمر بسيط بالنسبة لهم، ولكن من يكون عراقي موجود في هذه المنطقة ودمرت المنطقة مالته من قبل الجيش ومن قبل الميليشيات وهجر من هذا المكان، لا يمكن إثبات هويته. إذن العملية متقصدة، والعملية مسيسة، والعملية هي إخلاء العراق من العراقيين الأصليين الذين ينتمون إلى هذه التربة وإلى هذا الوطن، ويأتون بمجموعة من خارج المنطقة وإسكانهم بهذه المنطقة. وحدثت هذه في ديالة، وحدثت بالوقت الحاضر أيضا في الموصل وفي سنجار، حدثت هذه المواضيع موجودة وهذه الأمور موجودة. يعني حقيقة هم لا يرغبون بإعادة العراقيين إلى مناطقهم. هذا الأمر برنامج معين ومسيس
من قبل، أنا أقول لك من قبل الدول الجوار وإيران أيضا، والإيران هي الذرع الأكبر بهذا الموضوع. هذا فضلا أستاذ ضياء عن أنهم يتهمون بالإرهاب ويبقون أو يبقون داخل هذه المخيمات حتى لا يندمجوا مع المجتمع على اعتبار أنهم أصبحوا خلايا إرهابية نائمة. طبعا أنا متهمين أيضا بالإرهاب يا أخي، أنا عراقي شمر يتهموني بالإرهاب وأنا من المنطقة الجنوبية من العراق. نعم. من الديوانية المعروف، معروف أهلي وعائلتي. نعم. بس هم دول الناس الموجودين الإرهابي، هم ناس اسمعوا حقيقة. نعم. احنا نقول لكم حكومة عراقية، أنا في رأيي لا توجد حكومة عراقية على الإطلاق، ولا يوجد نظام ديمقراطي بالعراق إطلاقا. النظام الذي وضعته الولايات المتحدة الأمريكية وبريمر وهذا الدستور الملغوم الذي وضعوه على الشعب العراقي، هذا هو البرنامج. وهم جابوا السراق والحرامية والمجرمين والقتلة، حكموا العراق، الذين كانوا يقاتلون العراق ويعملون الإرهاب في العراق وخارج العراق ضد العراقيين، هم الذين يحكمون العراق. نعم. من بدايته وحتى النهاية. نعم. من بداية 2003 ولحد هذا. نعم. نعم أستاذ ضياء. دكتور جاسم، يعني برأيك هذا العدد الكبير من النازحين والحقائق التي ذكرتها حضرتك وأستاذ ضياء من النمسا، عدد مليون من الذين يرفضون العودة وأربع مليون أيضا ضمن المهجرين، أين المجتمع الدولي من كل هذه الأرقام المخيفة بعد أن تم سلبهم من إرادتهم وحتى لا تعطى أوراق لهم بأنهم عراقيون؟ أين المجتمع الدولي اليوم؟ يعني المجتمع الدولي، يعني أين الشعب العراقي؟ ليس فقط المهجرين، يعني أين الشعب العراقي؟ لماذا نتحدث عن المجتمع الدولي؟ يعني قانون السماء يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قانون الأرض يدعو إلى العمل والتغيير. العقل والمنطق والفكر يدعو إلى العمل والتغيير. حينما نقر جميعا أن من يحكمون العراق هم من السراق والقتلة والناهبين للمال العام و نعم. و بالمقابل، ألا يعتبر هذا الكلام هو انتقاد أو انتقاص من الشعب العراقي؟ نعم. كيف يمكن لشعب حر أصيل أن يقبل بهؤلاء أن يقودوا البلد؟ هذه إشكالية. نحن نتحدث عن 40 مليون مواطن عراقي، لكن نسبة المشاركة بالانتخابات حتى السياسيين اعترفوا أنها كانت متدنية. حتى لو أين البقية الذين لم يشاركوا؟ أين موقف الذين لم يشاركوا بالانتخابات؟ لا زالت تستغل طائفيا وتخنقات. نعم. وبالتالي الكرة اليوم هي بملعب الشعب العراقي. هنالك مشاريع، قبل أن نتحدث عن المجتمع الدولي، هنالك مشاريع خبيثة سياسية خبيثة يراد منها نشر الطائفية والفرقة والأزمات بين العراقيين. وأنا مؤمن بأن الشعب العراقي من الشعوب الواعية والمثقفة. نعم. على الرغم من كل المؤامرات، أنا مؤمن بأن العراقيين لديهم وعي جيد. أين هذا الوعي العراقي؟ لماذا نحاول ألا نستغل هذا الوعي من أجل التغيير، من أجل غد المشرق؟ نعم. من أجل غد العراقيين الخالي من القتلة والمجرمين والسراق. لماذا نحن نقر جميعا بأن ثروات العراق تنهب، ونقر جميعا بأن فلان فلان وفلان من القتلة ولكنه في منصب مرموق ويحكم؟ لماذا نقر جميعا بوجود مهجرين ومغيبين غيبوا أمام أعين عوائلهم؟ نعم. وبالتالي مع كل ذلك نجد أنه بعد 48 ساعة حدثت حفلة راقصة كبيرة في الأنبار وبحضور فنان من خارج العراق وهو حاتم العراقي. نعم. في حفلة يعني كانت يعني الطرب مبهرة. نعم. ولا كأنه قبل 48 ساعة رئيس السلطة التنفيذية التشريعية في العراق أقر بكلمة خطيرة، وهي أنه طوى ملف المغيبين من العراق. وبعد 48 ساعة نجد أن الحكومة المحلية تحتفل وكأنها ترقص على أحزان وجراحات القضية شائكة. نعم. ومؤلمة. أبقى. نعم. وأردد دائما، أين نحن؟ أين الشعب العراقي؟ أين النضال العراقي؟ النضال لا يمكن أن يكون بتغريدة
ولا يمكن أن يكون بالجلوس خلف الكمبيوتر والكتابة بكتابات بأسماء وهمية. يفترض أن نتكاتف. هنالك شرفاء في الجنوب، هنالك شرفاء في المناطق الشرقية والغربية وغيرها، وبالتالي حينما نتكاتف على القواعد العامة المشتركة ونترك الأمور الثانوية المختلف بها والتي العقل والفكر يسمح لنا، دكتور جاسم، يعني يسمح لنا أن نختلف عليها، حينما نتفق على هذه الأصول كما يقال يمكن أن نصل إلى الحل. أما أننا ننتظر ونجلس على التل وننتظر الحل من الخارج، فأعتقد أن دول العالم لا يهمها إلا سرقة ثروات وخيرات العرب. طيب، في آخر سؤال إلى أستاذ ضياء الشمري، نسألك ما تداعيات حرمان الأطفال من التعليم بسبب عدم وجود أوراق ثبوتية أعداد هائلة بمئات الآلاف لا يستطيعون الانضمام إلى المدارس؟ وكما ذكر دكتور جاسم اليوم غياب الوعي كيف سيكون حاضر أو كيف سيلعب دور عند أجيال لم تدخل إلى التعليم أصلا؟ أخي العزيز، هو هذا اللي تكلمت عليه، برنامج سياسي متعلق بتدمير العراق، بتدمير البنية التحتية، بتدمير العقلية العراقية، لأن عدم ذهاب الأطفال أو الطلبة إلى المدارس ومواكبتهم بالتعليم هذا معناتها كثرة الأمية، وهذا معناتها عزل هذه الطبقة من المجتمع، لأنه حينما يكون المجتمع نسبة الأميين به عالية جدا، وهذه هي الحقيقة، هم الذين يحكمون هم أميين. مع العلم يعني احنا ما قاعد نتكلم، حتى الموظفين الموجودين والسفراء الموجودين لا يعرفون يتكلمون حقيقة. هذا الأمر برنامج أخي، برنامج معين مخطط مرسوم من قبل جهات خارج العراق هي التي تنفذ، الولايات المتحدة الأمريكية والإيرانيين هم مشرفين على هذه العملية الإجرامية من بداية الاحتلال ولحد هذه اللحظة، والشعب العراقي حقيقة منزوع الأمر والإرادة، لأنه من يملك السلاح الجيش العراقي والشرطة، والأكبر منه هو الميليشيات الموجودة والحشد الشعبي، ونفس هذا العامري يقول إحنا الإمكانية مالتنا والسلاح مالتنا أقوى من الجيش العراقي، هذا تصريح رسمي من مسؤول كبير في هذه الميليشيات العراقية. أخي، نشكركم الشكر الجزيل. ضيفينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور جاسم الشمري، شكرا جزيلا لحضوركم معنا، ومن النمسا الأستاذ ضياء الشمري أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان، نشكر وجودكم معنا، شكرا جزيلا.